السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في جدول مبارياتنا اليوم الاثنين 6 مباريات من دور الـ16 في أمم أفريقيا والدوري السعودي والدوري الإنجليزي للدرجة الثانية. يلا بقى شاركنا في التعليقات توقعك لمباراتك المفضلة وانتظر مننا كل جديد. البداية من كأس أمم أفريقيا، غينيا وغامبيا، دور الـ16 السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية. الكاميرون وجزر القمر، دور الـ16 التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية. في دور الأمير محمد بن سلمان، الخليج والجبلين، 2:15 عصرا. العروبة والدرعية، 2:50 عصرا. جدة والنهضة، 6:45 مساء. وفي تشامبيونشيب، بلاك بيرن روفرز وميدلسبرا، 10:45 مساء. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معانا النهارده اليوم الاثنين. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم جدا على دعمكم.